اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم حكاوي حنين. النهارده معانا مشكله ممكن مرت على قرى كتير جدا، قرى سياحيه كتير جدا مرينا بيها وناس كتير جدا اشتكت. والنهارده معانا ناس شاريه شاليهات بملايين في قرى بكورنادو بكورنادو مارينا بالسخنه. هنرحب بيهم طبعا ونعرف ايه المشكله. معانا المستشار القانوني الاستاذ السيد المحرزي. اهلا وسهلا السيد، منورنا النهارده في برنامج حكايه وحنان. وطبعا احنا النهارده عندنا امل في ربنا وفي حضرتك طبعا، اللي احنا نعرف طبعا في ايه، والناس والزملاء اللي معانا ان شاء الله يقولوا لنا ايه المشكله بتاعتهم ونقدر نحلها لهم. بنرحب بحضرتك استاذ حلمي. حلمي ابو الليل، منورني النهارده برنامج حكايه وحنان. استاذ ايمن حامد اسماعيل، اهلا بحضرتك، منورني النهارده. النهارده احنا عايزين نعرف، يعني حضرتك كلمتونا وقلت لنا في مشكله واحنا بنواجه مشكله بكورنادو بالسخنه. ايوه، قريه كورنادو مارينا بالسخنه. أيوه. عايزين نسمع منكم ايه الدنيا وايه يعني ايه الحاجات اللي انتم مريتوا بيها في بالمشاكل هناك اصلا. يعني نبدا بالمشاكل اللي في العقود اللي ما فيهاش اي ضمانات لينا. بالنسبه لمده التسليم، احنا طبعا متاخرين، في ناس بقى لها سنتين وثلاثه واربعه، ومع ذلك في ناس استلمت، ومفيش طبعا حد بيقدر يجبر حد على الاستلام، بس يعني الناس لما يأست اضطرت تستلم قريه غير مكتمله الخدمات. يعني أسوأ حاجه ان مفيش محطه معالجه في القريه. محطه المعالجه دي ليها هدفين، اولا في هدف هايجين او هدف صحي، ان طبعا الصرف البني ادمين دوت لازم بيتعمل له معالجه ويتحول لجزئين، جزء ميه بيستخدم في ري القرى وده شيء معترف به، واكيد الرخصه اللي هو خدها فيها شرط انه لازم يعمل محطه معالجه. طبعا البديل لانه ما فيش محطه معالجه فبيروي الميه بميه حلوه، الميه الحلوه دي مكلفه، الى جانب طبعا ان الموضوع مش فاتوره، الميه في حد ذاتها في المشاكل اللي احنا عايشينها دلوقتي في مصر، ان عندنا الميه بقى فيها عجز، فما ينفعش اخد الميه الحلوه اروي بيها مساحات خضراء وانا المفروض واخد رخصه ان انا اعمل محطه معالجه واخد الميه اروي بيها. طيب انت بتاخد الصرف بتاع البني ادمين بترميه فين؟ يا في البر يا في البحر. طب احنا في حاله كورونا اللي احنا عايشين فيها دي، انا ما اقدرش افتي في الطب، لكن بس علشان الساده المشاهدين بس يوصل لهم حاجه. اتفضل. في الموضوع يا استاذ سيد، هو بيقول لك بياخدوا الصرف بيرموه في ميه البحر، يعني ازاي انا ابقى جايب واخد شاليه بملايين وولادي، او طب انا عندي بسين، انا شغال في شركه كويسه وتبعها في نادي وفي بسين وفي حاجه، يعني في ترفيه كتير. انا رايح دلوقتي مكان، لو سمحت اعرضوا لي الفيديو اللي هم طبعا صوروه. مكان راحوا مكان لقوا الصرف بينزل على البحر، ازاي اصلا ده كواحد، يعني انا عايزه حضرتك تقول لنا ايه ده، يعني ايه صرف ينزل على البحر؟ هو بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو في التزام العقود قلنا ان احنا عندنا مبدا قانوني اسمه العقد الشرعي للمتعاقدين. تمام. الشركه لما جت عرضت النهارده الوحدات الموجوده عندها كمثلا يعني قريه بتبنيها، طبعا شيء طبيعي المشترين بيبقى عندهم امل ان هم يرفعوا عن نفسهم، ان هو بيعملوا في مكان كويس لاولادهم، ففي طبعا عارفه التجميل بيبقى موجود من الشركات، تقول مثلا والله ده انا هعمل لكم حمامات سباحه، هعمل كذا وهعمل كذا، ده بيغريني انا كمشتري ان انا اروح النهارده اعمل حاجه كويسه بقول تنفع ليا ولادي مستقبلا. الفيديو هو يا استاذ سيد. طبعا احنا شايفين طبعا المنظر مش حلو خالص، يعني بص الماسوره نازله على الصرف، نازل على لا وكمان الصرف بدائي كمان، يعني عارفه انت حتى لا في مواسير مثلا موجوده كويس ولا حاجه، الصرف بدائي هو عاوز يخلص. بص حتى الهياكل الخرسانيه موجوده في القريه، شيء طبيعي ان هي حتى مش مكتمله كمان في البنى بتاعها. تمام. او في الشغل البنائي اللي هم بيعملوه. ايه ده ازاي ده؟ ما هو ده التقصير اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في العقد، ان العقد شهاده متعاقدين هم ما كملوش التزامهم. تمام. فده حتى يمكن استاذنا الفاضل يقول النهارده ان انا اضطريت مثلا، او في ناس بتضطر ان هي بتروح تستلم الوحدات، ما هيعمل ايه؟ هو خايف النهارده كل مدى الدنيا بتتفاقم معاهم، الشركه بتقف متعسره، ما فيش مثلا فلوس تعمل الحاجات دي، المشاريع الخاصه بيها، لا محطه تحليه او مرفق الميه، فده بيخليه ان هو يقف يقول لا راح استلم واخلص احسن ما فيش. طب يستلم على المنظر ده ازاي؟ يعني انا لو معايا ولادي هو ما شافوش اصلا اطفال، ما هو ده في ناس مصوره صح؟ ده ناس مصوراه. يعني فياريت ازاي؟ حتى خلاص كده يقطعوا الفيديو ده عشان خاطر احنا كده نبدا نشوف معاهم، لو هم كان بيقولوا جماعه قبل الحلقه ان عندهم برضه فيديوهات ثانيه خاصة برضه بأماكن هم المفروض دي أنشطة تبقى موجودة زي ملاعب أو أندية موجودة، هي مش موجودة أصلاً. هو الشركة خلاص خدت منهم العرابين الخاصة بشغلهم وبدأت تبني النهاردة الشكل اللي هو يقول أنا عندي قرية
مفترض في التزام من الجهات الاداريه اللي هي بياخد تصريح عشان مباني من وزاره السياحه والتنميه السياحيه ان هم بيبني بتصريح، والتصريح ده بمكتب معين وتصميمات معينه بيقول انا كذا. قبل ما انا اسلمك المفروض ان هي اصلا بتاخد مني اتمام الاعمال، يعني الجهه اللي هي خدت مني الترخيص بتديني اتمام الاعمال، بتقول لي اه انا جيت عينت وشفت كده وانت اتميت اعمالك صح، وخدت بناء على الترخيص انت عملته بنيت بيه كويس، بتاخد شهاده بكده. هو اتفضل يا فندم. دي بيسموها مطابقه، يعني هو ما ينفعش يسلمني الا ما يعمل مطابقه. المطابقه ان الجهاز او الجهه اللي اصدرت الترخيص بتقدر تقول الراجل ده التزم برخصه ولا لم يلتزم. اذا التزم بتعمل له ديله المطابقه، بموجب المطابقه بيقدر يدخل عداد الكهرباء وعداد الميه. احنا الى الان الناس استلمت ومفيش عدادات كهرباء. طب هو بس سؤال، يعني انتوا استاذ حلمي حضرتك اكيد رحتوا، اكيد حضرتك رحت القريه دي، اما بتتسلم بيبقى فيها اكيد ماركت كبير اوتيل؟ طبعا مفيش حاجه خالص. ازاي مفيش اي خدمات؟ امال الناس دي استلمت بناء على ايه؟ او ماضت ماضت ان هي استلمت عن ايه؟ حاله ياس. حاله ياس. ما يعني ايه حاله ياس؟ يعني هو بياخد منكم المقدم مثلا او الفلوس اللي هو دفعها وبيعينها مثلا وبيصرف بقى منها، والاقساط الاقساط كمان كل الاقساط. طب انتوا انا اعرف ان انتوا مش واحد بس ولا اتنين بس. لا لا لا، مجموعه طبعا، مجموعه كبيره كمان. مجموعه كبيره. وهي قلت لك كده، هو بيبقى بالظبط كده التزامه مبني على هو بياخدها دفعات، فبيعمل ايه؟ هو ما عندوش المبالغ الرئيسيه اللي هو يبني ويخلص بيها مره واحده، يعني كشغل تجاري او عقاري، فهو اي شركه عندها مبلغ احتياطي بتشتغل بيه. هي كده بالشكل ده، هي الشركه بتستنى تلم مجموعه اقساط شهر او شهرين من الناس. طبعا بتيجي فتره طبعا المشترين بتوصل مرحله معاهم ان هو خلاص مش عاوز يدفع تاني، ان انت ما التزمتش، وانا بروح بلاقي نفس الوضع اللي موجود على الطبيعه، انت ما زودتش حاجه، انت مستني تاخد مني فلوس عشان اروح بس اروح اعمل عمارتين ثلاثه، اعمل لهم طلاء من بره عشان اغير الشكل شويه، او اجيب شويه نجيله واقول لك انا اهو بدات في الملعب عشان تهدى شويه انت. فتديني فلوس او تبع انتوا وقفلنا يا جماعه، انتوا لو دفعتوا النهارده قصادكم فانتوا كده بالتالي هتساعدونا ان احنا نبدا نكمل المشروع معاكم. طبعا دي كلها محاولات منهم، هو عاوز ينفذ، لكن هم ما خدوش المجموعه اللي هات الخط القانوني المظبوط. هو لو جه على المكان واخد في الترخيص وبلغوا بشكوى منه ان انتوا النهارده اعطيتوا فلان فلان ترخيص او شركه فلانيه، والترخيص ده النهارده هم مطلوا فيه، والنهارده ليه مده على فكره يا جماعه، الترخيص برضه بيطلع بسنه او سنتين حتى بيقولوا مين المقاول اذا كان الشركه نفسها او شركه مقاولات. فبالتالي الجهه اللي هي اصدرت الترخيص ده هي اللي بنقف عندها الاول، ده قبل ما نستلم او حتى بعد ما نستلم. احنا والله استلمنا ولقينا النهارده غير مطابق للترخيص، يعني المفروض انا يبقى معايا صوره. طب معلش احنا نستأذنك، معانا اتصال. استاذ محمد من القاهره اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ محمد. حضرتك انا شاري في القريه دي شاليه. حضرتك سامعني؟ سامعينك. ايوه اتفضل. وبعدين فوجئت ان القريه مبنيه زي المساكن الشعبيه، مفيش اي رقابه على اي حاجه، مواسير الميه باينه. اضطرت كذا مرة ان نروح القرية بالصدفة نلاقي الناس بتصرف على البحر اللي الناس بتنزل فيه. اقول لهم يا جماعة، يقولوا لي معلش اصل دي غلطة عامل واحنا الموضوع ده مش هيتكرر تاني، ويتكرر تاني بعديها بشهرين. مظبوط. مظبوط. فانا مش عارف هم، لكن مفيش محطة صرف يا استاذ محمد اصلا. مفيش محطة معالجة. مفيش محطة صرف. معالجة معالجة، مفيش محطة معالجة. لا المفروض يبقى برضه هو ليه محطة صرف، بيعالجوا المية بتطلع من الصرف. عشان يزقوا بيها الجناين والكلام ده. المشكله اللي واجهتك يا استاذ محمد، بس عايزين نعرفها عشان استاذ سيد يرد علينا ونعرف برضو، وفي اكيد معاكم ناس كتير. طبعا احنا عددنا كبير جدا، وللاسف ان الشركه بتسلم الناس قبل ما تشطب الشريه، يعني تقول لك انا استلم عشان اشطب لك. مظبوط. طبعا انا بقى استلمت، يعني انا اذكر حاله دخلت الشاليه، الاضاءه الكهرباء اسلاك الكهرباء مش مكمله، الاحمال ضعيفه جدا، شغل السوق كله. ايوه شغل السوق من الاول، الكهرباء مظبوط، السباكه بتضرب، وفي عندنا حتى في القريه بكهرب لما خدت أيوة. بيت الميه ست واحده اسمها مدام. يعني انا مستغرب، يعني ارواح الناس عادي، البسينات مش نظيفه، بس تسلموا الناس لاند سكيب. رحنا لقينا ان هم بيسقوا الزرع من الميه الحلوه. من ميه الشرب. ان شاء الله يا استاذ محمد من خلال برنامجنا نقدر باذن الله نجيب حقك وحق الساده الموجودين معانا ومنورينا، وباذن الله نقدر. اشكرك يا استاذ محمد على الاتصال. استاذ سيد شايف ايه؟ مش عارفه انا عن نفسي اول مره اشوف. لا هي مش صعبه، هي مش صعبه، هي مش صعبه.
اقول لك على اصل احنا برضه يمكن في مجال عملنا شويه يعني صاحب المصلحه دايما يبقى شايفها هي لوحده قدامه فببقى قلقان منها. احنا عاملين زياره اطباء دلوقتي بدينا هادين كده وبردين شويه في تعاملنا في الشغل. فهي القصه قلت لك بتبدا الاول من المكان الاصدر الترخيص. تمام. لو هو خالف بنود الترخيص يعني انا ما عنديش اصلا كمالك للوحده غير عقد اللي بينه وبينهم ومضيت بايصالاتي بالتزاماتي ان انا كل شهر انا محسنية. تمام. لا انت مضيت على اساس انت استلمت يعني بتكلم في بدايه العقد الاصلي. تمام. كمان انا مضيت بحسن نيه. فانت مضيت على العقد باستلامك ودفعت النهارده الجزء المقدمه معليش حاجه. لا ده دلوقتي حاليا قبل كده من بدايه الشغل بتاعك انت مضيت على ايصالات او شيكات بالكلام ده وبقى قسطك الشهري موجود. لم تحصل على صوره من الترخيص. لا. ولا حتى تخصيص الملكيه اللي موجود. التسلسل اللي موجود في الشركات او غيره ما حصلتش عليه. مش هنقول ده خطا منك انت بتقول حسن النيه لكن المفروض انت لو كان معاك محامي في الاول بيبدا معاك الشغلانه بيطلب من الشركه 1 2 3 اوراق. مظبوط. احنا بقى الاوراق اللي بتبقى موجوده ان الشركه اصلا عشان تشتغل قلنا بتشتغل بترخيص. طبعا. الجهه الاصدار الترخيص بيتوجه ليها الاول. طبعا. يا جماعه انتوا اصدرتوا ترخيص لفلان الفلاني والترخيص ده النهارده الناس ما اكتملتش بيه انتوا اديتوها اتمام اعمال لو هو دلوقتي بقى مشكله ثانيه. تمام. يبقى ازاي النهارده المهندس نزل عين واداله اتمام اعمال يبقى في تواطؤ ما بين النهارده حد في الجهه اللي اصدرت ومع الشركه نفسها فبالتالي من حقي ان انا اعمل محضر اثبات حاله بالكيان اللي انا موجود فيه شايفه دلوقتي على الطبيعه اسم الشرطه موجود تابعه لي المكان وبثبت جميع الصوره على الواقع وارفق صور لو موجوده معايا او فيديو عشان اطلعه على النيابه العامه عشان تباشر الماموريه بتاعتها بالشكل تشوفه النهارده مظبوط بالنسبه لها لو انا هديها كشق جنائي ان انت بتقول باستخدام الميه النهارده الحلوه ده جريمه لوحدها. طبعا. في ظروف يعني بيغرب في الميه المفروض انا بطلعها بعدد امطار مكعبه بعدد معين للسكان مش عشان اسقي بيها الزرع النهارده واعمل محطه معالجه. دي نقطه. النقطه الثانيه الشركه في عدم التزامها انت من حقك تعمل النهارده دعوه فسخ النهارده على العقد بتاعك او انت تطالب الشركه بالتعويض عما فاتك من كسب بين الجزء اللي خاص بالنهارده الحاجات اللي انت بتاخدها ترفيهيه غير سكنك. حضرتك لو عملت طلبت فسخ العقد مش هيفسخ لي بطريقته هو يعني مش هيعوضني. لا المحكمه بتراجع العقود وممكن تدخلها خبراء اصل انت النهارده العقد ده لو ان مثلا في غبن بالنسبه لك وشايف ان انت بتقول انت كده ان انا عقودي كلها اللي موجوده مفيش مصلحه ليا خالص. أيوه المصلحه دي النهارده هيقول لك العقد شريعه المتعاقدين. ايوه انا فاهم. لكن طبعا برجع نيه المتعاقد وقت العقد ان انا كانت نيتي ان انا هاخد مكان زي ما محطوط في المكان صح وعندي الاعلانات بتاعتهم اكيد موجوده لوقتها. أيوة. فانا عاوز الصوره اللي تواترت في ذهني في هذا العقد. انا مش هشتري منه هو. انتوا استلمتوا صح؟ انا استلمت بس ما خدتش. انا دفعت دفعه استلام من 3 اشهر والى الان ما استلمتش. مع الناس ما دفعه استلام. طب انا عايز اعرف الشاليهات من جوه بقى. احنا دلوقتي في البحر. طيب. الشاليهات من جوه طيب. هل زي ما كان مكتوب في العقد؟ لا. ان يعني مثلا الكوبس بتاع الكهرباء كان الفيديو لما كان شغال كان باين شكل الشاليه من بره. انت بتتكلمي في مكان عامل زي غرفه بواب صغيره. ايوه صح. الناس استلمت. انا هو سلم ليه؟ ما هو سلم ليه؟ ما هو مجبر. مجبر. ما هو انا دفعت فلوس. لا اروح استفيد باي حاجه وخلاص. بس يعني كل اللي معاكوا استلموا؟ بص لا مش كتير طبعا بس في اكيد لسه استلمت كتير. صور الشاليهات. عايز اتكلم على حاجه بس. صور ايه؟ صور الشاليهات. ده يعني عايز اقول لحضرتك كان شعبي. ده انت عارف الشباب اللي بتبني. ده عارف ده ايه؟ اللي بيبني ابن بيتك. اللي بيبني ابن بيتك الشباب الصغار اللي على قد فلوسها بيبنوا احسن من كده. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس. بص اتفضل. على فكره ده سيراميك. في ناس ساكنه هنا. في ناس ساكنه. لا دي ده سيراميك يعني المفروض. ده انطلق. انطلق. المفروض في ناس ساكنه في المستوى ده. يعني المفروض في شركه اداره. ايوه. طب يعني هاوس كيبنج ومكافحه حشرات. بالمنظر ده؟ ايوه. يعني في ناس قاعده. انتوا عاملين وديعه اصلا للخدمات؟ طبعا في وديعه. محدش بيستلم لما يدفع وديعه الصيانه ودفعه الصيانه. كام بقى وديعه الصيانه دلوقتي؟ بتبقى 10% من قيمه العقد. يعني انتوا مجمعين رقم ما شاء الله جميل يعني. جدا كويس جدا جدا يعني. ده مثلا بقى له كام سنه شغال لوحده بيجيب رقم مرشح يبقى 70 80 مليون يعني. انا عايز اقول حاجه واحده بس. بص يا فندم مفيش صور للقريه طيب بره؟ مفيش صور وانت داخل في طيب اوكي. انا عايز اقول حاجه بس. هو انت حضرتك لما تروحي هو السخنه مراوح تنفع؟ هتدور مراوح؟ لا السخنه مش هتنفع. عايز تكييفات. طيب عشان تعمل تكييفات مش المفروض الاسلاك اللي جوه ان انت هتعملها في الكهرباء اول حاجه ا ب تتحمل لا صفر
بتعيد من اول انت بقى بجيب لا. انا 4 مللي و6 مللي وبركب وبجيب كهربائي وبيجبرني هو بيعملها على حسابك انا هديك أيوة السلك أيوة. طب انت بتديني الشاليه كامل التشطيب اعمل لي السلك كهربائي يقول لك اعمله على حسابك هركب تكييف قطعا والتناقض انه بدا يعملها على حسابه بعد شويه لك لا اعملها انت على حسابك يعني انتوا بعد ما دفعتوا صيانه كمان صح لا لسه انا لسه ما دفعتش يعني المفروض انتوا بتستلموا على اساس انا دلوقتي جاي جايب انا عميل وجاي اركب تكييف تمام اركب تكييف على السلك يعني السلك ضعيف ايوه طبعا ضعيف فبتضطر تشيل السلك كله وتجيب كهربائي الاول انت بتجهزها من الاول على حسابك انا بجهزها الاول كان الكهربائي كويس يعني على حسابهم طب انت ما ابتديتش ليه بدات تزيد الأول. طبعا كذا مشاليب بيسلم 500 جنيه كهربائي عشان يبدل لك السلك بس طبعا عدم وجود خدمات اللي قاعد هناك علشان يجيب عيش ولا يجيب اي حاجه يروح ياخد عربيته ويمشي مشوار بعيد الناس بتكلموا على الخدمات وتقول له البرشور يقول له البرشور مش ملزم ليه في حاجه طب ما انت طب احنا عايزين نحتكم لرسومات الرخصه اللي في رخصه اعمله لي انا مش عايز اكتر ما عندكش رسومات اصلا هو لم يطلعني على رخصه ما ده اللي احنا قلناه في الاول لم يطلعني عليها طب انت في امن هناك بقى على كده مش هو جايب موظفين من مش عنده اوكي يعني مش كله غفر عاديين عارفه المنظر ده كده كتير على موظفين في الشركه عنده احنا لا اصل انا معايا انا كمان سرقه هناك ازاي ليه انتوا بتدوا انتوا مثلا في حد في حد اللي هو بيأجر للناس اللي هي مش عارفها ولا لا لا لا, لا ممكن هو بيتهم العمال في مدير امن هناك مدير امن قال لهم يا جماعه السرقات انا هدفع ثمنها ناس مش عايز اذكر اسمائها طبعا قالوا له ايه لا خلاص معلش وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده مدير الامن نفسه قلب على الناس دي انا مش دافع واعملوا انتوا عايزين تعملوا طب انتوا ليه يا جماعه بتعملوا كده ازاي انا بقى اكون واخده اطفال معايا واخده معايا عيلتي ورايحه ترفيه اسبوع شهر استجمام واروح اقعد في مكان معلش مجاري. يعني مساكن شعبيه زي ما قالها مع احترامي طبعا للناس بس قصدي الناس دي ناس محترمه اكيد بتروح عشان تغير جو اكيد رايحه تفك دماغها شويه مش رايحه تتسرق وميه صرف تترمي في البحر طب بحر ايه اللي احنا ننزله بسين الله اعلم برضو البسين ميته ايه الله اعلم حشرات هناك المفروض يكون فيه طبعا يعني احنا طلبنا منهم يعني قلنا لهم اطلعوا الناس على الخطه بتاعه الاداره الامن الخطه الامنيه خطه مكافحه الحشرات خطه لو انت بترش ناموس قول لنا عشان نبقى عارفين حتى ما فيش خطه عندهم الدنيا ماشيه كده عشان انا قريت يعني. عدوكم ان هو بيلزمكم هو بيلزم نفسه كطرف هو لك انا هدير دير هو بيدير بشركه انا ماليش ما يدير يدير صح انتوا تعملوا اتحاد ملاك مع نفسكم المفروض بقى كده وتشتغلوا بيه لوحدكم هو احنا بنتكلم ان هي مش انا مش قصدي طبعا ان احنا بنتكلم هي طبعا مع احترامي للناس كلها والناس كلها واحنا بنحترم الناس كلها طبعا هي مش الاسلوب بتاع مساكن شعبيه هو الاسلوب بتاع بنا غلط صح. بنا مش مكانه بملايين. دي قريه سياحيه أيوة. مش مكان في وسط ناس مجتمع لا. تاني دي صح. قريه سياحيه منتجع المفروض انا داخل مكان عارف ان انا نايم ابني عارف ان انا مطمن على ابني او بنتي او طفل صح. او طفله مطمنين على حاجات كتير صح. انما احنا مش في مكان مفتوح احنا مش في مكان مفتوح علشان يحصل الكلام ده انا بصراحه يعني انا مش عارفه هل في على فكره في راس صدر وفي ساندويتش على فكره وفي متهيألي برضو كورنادو مارينا في نفس الحالات دي كتيره يعني امال انت ليه بتبني هي نفس الشركه انت بتعمل شركه ليك سمعه أيوة سمعه يعني انت محتاج ناس كلمه يقول لك روح ارفع قضيه مش مشكله كده ما هو من امل العقاب وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه في كمان حاجه ان اللي استلموا طب معلش انا معلش هقطع بس كلامك معانا مداخله استاذ محمد من القاهرة الو ايوه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك انا متشكر جدا لحضرتك ولاهتمامك ولاهتمام القناة يعني بالمشكلة بتاعتنا هل الصوت واضح؟ ايوه سامعاك سامع حضرتك اتفضل طيب يا فندم احنا بنشتكي بتاعة كورنادو من ان الناس دي وعدونا ان هم يعملوا حاجه وما وافقوش بالوعد ده واحنا ناس مواطنين عاديين مش قانونيين وما نفهمش في الامور دي بس احنا يعني شايفين ان احنا تعرضنا لحاله كبيره من يعني انا شايف ان حد وصف لي حاجه وبقت حاجه ثانيه وباع لي حاجه وبيسلفني حاجه ثانيه يعني شيء من التبليغ ممكن يكون حضرتك استلمت يا استاذ محمد انا رافض استلم يعني خلصت هم وهم بيبيعوا لنا بيكتبوا بتاعه الاعصاب فبيلزمونا كده لما انا كاتب شيك فلازم اوفي تدابير الشيك في معادي
حتى لو كانت الوحده ما اتبنتش من اساسه. هم الزمونا بالشيكات دي ما خلوش البيع مقابل اقساط عاديه زي اي حاجه بتتباع بالقسط. مضونا الشيكات دي واحنا بحسن نيه مضينا على اساس ان هنستلم الوحدات اللي وعدونا بيها. هو الزمكم بالتزام اللي هو خاص بيه هو وسابكم انت في التزامه وما اداهوش حاجه. مفيش. مظبوط. يعني هو الزمك بالالتزام اللي عليك انت في العقد. الزمني بالالتزام اللي عليا ان انا عندي شيكات من قبل الاقساط. استاذ محمد لما يخلص حتى هو البند السابع في التسليم هو المفروض ان هو بيقر بنفسه. اشكرك يا استاذ محمد واحنا ان شاء الله نعرف نجيب لحضرتك حقك يعني باذن الله. يعني بص شكرا لحضرتك. استاذ حنان والساده الموجودين هم طبعا عارفين عقودهم يقر فرضيه الطرف الاول الشركه بمسؤوليتها عن تنفيذ اعمال البناء وتوصيل المرافق والتصاريح الممنوحه لهم ده اللي احنا اتكلمنا عليه. مظبوط. من الجهات ووفقا لتصاريح تصدر من الجهات الرسميه ولا يجوز الطرف الثاني المشتريات في هذا الصدد باي حال من الاحوال الحاليه المصور الاعتراض على اي عمل من اعمال تتم وفق تصريح الصادره من الجهات الرسميه. تمام. يعني انا حتى لو فرضا دلوقتي انا الجهه صادره ليا بترخيص بالشكل ده هو خدعني فيه. يعني لو قال لي الوحده مثلا حجمها 100 متر ابص عليها 80 انا كده ما ليش ده موضوع تاني. ده موضوع تاني اتكلم بقى خلاص. هو انا بس هو عامل نماذج يا اساتذه بعد عامل نماذج النهارده هندسيه قال لك هو بيتفق المواصفات الهندسيه في المرفق رقم واحد طبعا انت ما عندكش اي مرفق منهم لا وتبقى المواصفات التشطيب الموضحه بالمرفق رقم 2 هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. ان انت لما بتيجي على جهات منح ترخيص بيصدر لك او بيديك صوره من الرسومات الهندسيه الموجوده والنماذج اللي هو اقر بها بنفسه قدام الجهه اللي هو اديله تصريح وانا هعمل لكم 1 2 3 ممكن أقول ودول اساس شغلك يعني انت لما تبدا الورقتين دول يطلعوا هما اللي هتبني عليهم انت ما عندكش حاجه غير عقدك دلوقتي صح. يعني انت لما تروح تعمل بلاغ انت ما عندكش غير عقدك لكن لو معاك الجهه القصدات الترخيص معاك الورق ده وده من حقك على فكره صفتك مالك الوحده انك تروح تستلم منهم تقدر تشتغل بعد كده بيهم زي ما انت قلنا من اول وتبدا تشوف شغلك على اساس تاخد تصاريحك منهم وتقول انا اطالب بالتعويض ان انت كل من سبب ضرر ليك من حقك ترفع عليه تعويض. انا عايز اقول حاجه بس اتفضل. انا ما اشتريتش من الشركه نفسها انا اشتريت من سيلر من مكتب بيبيع واخد بال حضرتك مسوق ولا لا واللي انا اشتريت منه هو مسوق منه مش مكتب مسوق هو مسوق انا اشتريت منه خلاني مش عايز اقول لك بالبلدي كده يعني ايوه هم البحر طبعا طحينة. طبعا مارينا وقريه اطفال وسوبر ماركت زي مش عايز اذكر زي مين انا بس على وحاجات كتير طبعا احنا طبعا عارفين ان انتوا عملتوا وقفه عملنا كتير كتير كان ايه هو رد فعله هناك ولا حاجه هنشوف دلوقتي طبعا ادانا وعود ما انت مش مالكه حاجه يا استاذه حنان بس هم عملوا وقفه هم عايزين حقوقهم ما هو عملت وقفه انت النهارده مش عارفه يعني انت على الشاشه معانا ما هو انت مش عارفه تقولي له انا حقي فين عندك لان لا عندك نماذج ولا عندك تراخيص انت ما عندكش غير عقد بيع طب اقول بس حاجه بالنسبه للمساحه اتفضل يا فندم المساحه نفسها متباع لناس 83 متر وناس ثانيه متباع لها 76 متر نفس المساحه ده في حد ذاته تناقض غريب. طيب معروف انا دي مهنتي انا 33 سنه مش عارف ما هو متر مش هيبانوا عند ناس معينه يبانوا عندك انت كمهندس هم ما حد الناس ما كانتش واخده بالها على فكره ايوه طبعا ممكن يقول لك حمام المساحه أكبر. الصافيه لا ما هو 8 دي فلوس يا سياده المحكمه كده يبقى غلط 3 في 8 ب 24 انا بس عايز اعرف بعد ما انتوا عملتوا ولا حاجه نزل لا ادانا شويه وعود وعود نزل وقعدتوا بس ما عملش حاجه قال لك نزل 12/4 يبقى في شركه اداره ومحطه والشركه اللي هتعمل لكم محطه المعالجه هتبقى موجوده ما حصلش 10-20% من العقود دي احنا رحنا وصلنا هناك انا اقول لك على حاجه هم اكيد هيسمعوا الحلقه وهيعرفوا النهارده كادار الشركه ان انتوا النهارده بتسمعوا صوتكم النهارده عن طريق وسائل الاعلام تمام انا بقولها لك اهو هو كده النهارده لما يعرف ان انتوا هتوجهوا للجهات المنحه ليهم وهتقدر تدور اللي جه لو هو فعلا تم النهارده استلام الوحده يعني انتوا النهارده هم سامعيننا دلوقتي لو انتوا كشركه جهات الجهه المنحه الترخيص استلمت منكم على ارض الواقع بالشكل ده كده غش وتزوير النهارده على الواقع اللي احنا شفناه من حقكم تنزلوا ابتداء من الاسبوع ده تعملوا محضر اثبات حاله يعني اي حد من زمايلكم هناك اللي بيحصل في القريه يعمل محضر اثبات حاله بالوضع يشوفوا على الطبيعه وتصوروه وتسلموه النهارده لجهه الاداره النهارده وبعد كده تطلع على الجهه المنفذه بتدي ترخيص وتوقف بقى الكلام هذا اللي انتوا فيها دي حضرتك انا عايز اقول لك في ناس مستلمه ما فيش مشاكل لا انا عايز زيه زيك في الموقع القانوني لا انا عايز اقول حاجه واحده بس في ناس مستلمه وبيزعلوا لما احنا نتكلم نقول لهم ده غلط استلامكم يا جماعه كذا 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 انا قلت كلمه وزعلت ناس كتير كلمه المطبلطيه انا قلتها
يعني لان انا شايف هو اللي بيدور على حقه النهارده يبقى مطبلاتي. ما هو اللي بيدور على حقه لا يعني في ناس واصلا في ناس اصلا معاه وهم جايين عليهم جايين علينا. طب انا ويقول لي احنا استلمنا. طب انا 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 كواحد كحلمي ما ده ممكن تكون اتخدم في شويه حاجات. ما انا عايز اتكلم في الاول. ظبطوا له مرفق شويه, ظبطوا له الكهرباء, فهو سكت. بص يا سياده المشرار, انا كمالك الملك لله طبعا, كحلمي انا يعني ما تجيش تقول لي ما انا عندك بلكونه واقعد في الفرنده واتفرج على حمام السباحه وعندك ورد ولاندسكيب. طب ما انا مشترك في نادي. طب ما انا اروح اقعد في النادي. بس هو مفيش لاندسكيب على فكره. ما مثلا ما لا انت يعني اصلا مفيش صومعه على اساس ما يكون. انا على اساس ما يكون الناس اللي بتروح تقعد هناك دي مفيش حاجه بتعمل, بتنزل في الصرف يعني ده يعني. انا طب يعني ما انا عندي بتنزل في المايه دي. ما انا عندي النادي بتاعي, ما انا اروح النادي واقعد. لو حضرتك مش مشترك في نادي نوادي القوات المسلحه يا سيدي اخد ديوز ده في اي مكان وادفعه واعمل جنيه ورايح دماغي. لا لا ولا اللي يخدمني كمان فيه. لا يا سيد في تبع النوادي تبع الشغل اللي تبع الشغل في سبورت وفي تبع صح تبعكم. لا العروض يا اما بتاخد 3 4 ايام ب 2000 جنيه و3000. ايوه لا انا في نادي خاص, انا مشترك في نادي خاص بخدمات حضرتك في مصر الجديده. لكن عايز اقول انا حاجه, انا عشان اقعد في البلكونه هو عشان انت مصر الجديده فهم ادوك الوحده دي. لا والله طب ما انا قاعد في الرحاب دلوقتي. طب هديك بقى لا انا مش قصدي لا لا ما تتكلمش بقى. لا انا معاك فلوس دلوقتي. ليه هو انا مش تعبان بفلوس دي يا سياده المستشار؟ ايوه ما ده اللي لو مش تعبان احنا بنرد على المجموعه اللي انت بتقول عليها. ايوه مش شرط. انا معايا كام سعادتك؟ انا بطالب بحقي لو جنيه. ايوه انا بقولها لك, انا حقك توجه للجهه الاعزاز الترخيص. ما انت عندك ناس يعني انت عارف الاتجاه المعاكس. بص في ناس اتجاه معاكس, هي فيها موجوده فما اقدرش اي مكان. يقول لي اقعد في النادي موجوده يقول لي نادي ومش نادي. طب انا اقعد في النادي مش مشترك في نادي. في نوادي الجيش بتقطع تذكره وتاخد ديوز انت وعيالك ومتلجمات. كنت بتقولوا للبحر واخد جمال ما فيش شط. الشط ما فيش شط. احنا مش هنقول الناس شط. اللي راحت في العيد رجليها لطقت جروح قطعيه. ايوه مش شط. جروح قطعيه الحاجات دي فوت بتتمهد. شوف الامبرالز اللي عاملها. شوف انا بس اللي انا مستغرباه, انت صاحب قريه كبيره او عندك قريه او بتفتح في كوره يعني في كذا مكان, ما انا لازم ادي للناس اللي انا لسه بايع لهم كويس عشان سمعه القصه المكان. دي يا استاذه حنان بتبدا ان انا النهارده عروض معينه بيخلصوها وزاره الاسكان وزاره السياحه بياخد الارض. تمام. هو بيدفع عشان ياخد من تحت الترابيزه الكميه بتاعت الارض دي كلها. بعد كده بقعد اخطط ان انا اعمل قريه وشكلها كذا ومش عارف ايه والوان وشكل الشاليه والحمام السباحه مكانه تتعمل محترم ويلا بينا. هو اصلا ما سددش من الارض. فبياخد منك يروح مسدد ثمن الارض. الارض خلصت. بعد كده ندور بقى الانشاءات خارج ناس تعارف حضرتك ده محامين ويشتغلوا مع بعضيهم. لاقل حاجه كان بيقولوها لنا احيانا لما كنا ننزل يقول لك انتوا محامين مع بعض. بقى لك كام سنه شويه. انا مشتري 2017 كنت هستلم 2019. ده مفيش مسجد. مفيش مسجد نصلي فيه. مفيش مسجد يعني وهنصلي في البيت. مسجد يعني كلها مسجد شرعا. مش قصدي. لا مش قصدي. ربنا هيتقبل ان انا اصلي في البيت يعني. بس ده مفيش خدمات مفيش يعني خدمات. لو واحد تعب بالليل. لا والامن انت بتتكلم النهارده في سرقات وكلام ده. في سرقات في 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 فهو العقد زي ما حضرتك. هو انا برضو ارجع تاني الناس ما تزعلش مننا ان احنا بنقول لابد ان يكون معاك حد فاهم في طبيعه العقود كمحامي او قانوني. هو يعني كل واحد عايز يشتري ياخد محامي يا فندم. ما انا لو جاري او زميلي او حد او بالبدايه مراعاه للضمير اللي بيكتب العقد نفسه يعني. انا المفروض ان اللي كتب العقد ده زميل مختص النهارده بشغله مثلا في الشركه كعود. هو كان همه مصلحه الشركه ما طبعا فكتف النهارده المشتري. لكن هو لو عارف ان ده عقد النهارده بما يرضي الله ضميره يحتم ندي حقوق ده وحقوق ده. لكن هو جار على حقك, هو عاوز يكتفك والشركه تقول هو كتف لي انت راجل بطل انت كده 100 100 العقد بتاعك ده ما حصلش. في المقابل انا النهارده خسرت واحد واثنين. يعني عاوز اقول ان النهارده لو في 200 300 واحد بيشتروا ولا واحد معاهم واحد راح بص على بس الحاله دي في منها ملايين من الشعب المصري بيمضوا على عقود ازعاج باستثناء الاماكن طبعا المحترم. هو دلوقتي احنا يعني طبعا هو اكيد يعني هيشوف الحلقه وطبعا احنا مستنيين حق الرد لانه انتوا اللي طبعا. لا انا بقول لك مش هيرد. انا واثق ليه حق الرد ان هو يرد. هو ليه حق الرد طبعا. ما ممكن حضرتك انا عن نفسي على مسؤوليات حضراتكم طبعا عشان يعني انتوا اللي جيتوا وانتوا اللي انا فاهمه ده بس هو ليه حق الرد دلوقتي. ولو طلع بقى بحاجه تانية غير اللي انتوا بتقولوها هيبقى اتفضل
لانه هو اكيد هيشوف. هو بص هو يتفضل يطلع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو اكيد هيشوف الحق يعني هيشوفها، حتى لو مش هيشوفها هتوصل له. هتوصل له بالظبط. اكيد على اليوتيوب هتوصل له. يعني هو بيتفرج على الماتش دلوقتي بعد الماتش هتوصل له. يعني عايز اقول لحضرتك لو احنا قلنا حاجه غلط. ايوه بس. لا احنا ما قلناش حاجه غلط، انتوا ليكوا حق طبعا. انا بعد اللي انا شفته طبعا. لا احنا كاحنا ملاك احنا بنعترف ان احنا مضينا على عقود. هي عقود اذعان. ايوه بس حتى العقود دي فيها حاجات، وست يعني حضرتك تقدر تقول لنا الكلام ده صح ولا غلط، انه ما ينفعش بيقول لي العقد وصل بيه يقول لك لو رحت تقاضيني كسبت او خسرت هتدفع تكاليف. حضرتك في افيدنا هل هذا انا ما ينفعش النهارده ان انا اعمل عقد بينه وبينك ويخالف النهارده مبدا ده واحد شريعة. بيكتب عقد كما لو كان في الصحراء لوحده. انا مش في دوله روسيا تحمل المصاريف في المطالبات على خسر الدوله. خسران يعني هذا الرجل. يعني يا سيدي انت في جمهوريه مصر دوله ذات سياده، عليك ان تحترم القانون المصري. هو بيتكلم كحمايه مستقبليه، عارف ان في عشرات القضايا ترفع ضده. طبعا. فيجي قدام المحكمه يقول انا ناصص في العقد النهارده ان انا غير محامي المصاريف. طب حاجه ثانيه، ده ترجع له المحكمه. اي عقد في بند مخالف للقانون المصري بتلغي يلغى اوتوماتيكي. طبعا مش كده. لا مش احنا القرار. انا بس عايز اعرف انتوا ازاي هتروحوا تستلموا وانا شايفه ان في رطوبه جامده. ده انا لو عندي في بيتي في رطوبه بروح احل. ده لسه قريه لسه. طب انا عايز اقول هم العقد متظبط فعلا ان انت تبقى قاعد كده اعمل اللي انت عاوزه. بالبلدي انا برضو مش عاوز صدام الناس تصدم. لا العقد منظم بشكل حرفي ان انت النهارده تقول انا يبقى في عندي موال في خبره وشويه قضايا. انا عايز اقول ده ممكن خلى ناس تروح تستلم. ايوه انا هعمل ايه بالقضايا النهارده ما انا اروح استلم واريح دماغي. فهو اللي استلم فوجئ برضو ان مرافقه مش كامله، قال لك نص العام ولا العام كله. لكن انت ممكن تحبس بقيه النهارده مبلغك في التسليم وتقول النهارده نتيجه ان انت انذار موجه ليهم ان انتوا يا جماعه ما نفذوش المتوقف في العقد، فانا بوقف التزاماتي عادي. ارفع عليا انت بقى. انا اقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك بس على احنا في شاليه جنبي على طول. تمام. اتسلم كنت انا والمدام هناك. تمام. دخلت اتفرج على الشاليه، والله والله وربنا يحاسبني على اللي انا بقوله، دخلت اتفرج على شو هو بتسلم، ناقص حاجات كتير. المدام على المعاش وعايزه تستلم، عاوزة تتمتع بقى. عايزة تستلم. ايه اللي حصل؟ عايزة تصيد. انت عارفة يا مدام الناس زهقت من الكورونا وزهقت يعني عايزة. انا طبعا قلت له الله فين العتبة اللي محطوطة في الفرندا عشان المطر. انا اصلا الشاليه بتاعي فاضي، فما نزلت المطرة بهدلت الشاليه. قلت له طب دي لو نزلت المطرة تاني عندي حد بهدلها. انت عارف ده المدام بتقول له كده. انت عارف يقول لها ايه المهندس؟ والله صادق والله يقول للمدام انت لازم تقول لها كده. ما تقول لها حلو وكويس. ده خد بالك العتبه دي ما تجيبش 20 جنيه مش رقم. ابدا مش رقم. وبعدين لو عملها جمله مش هتجيب، هتبقى ببلاش. هيديها له ببلاش 5 جنيه 10 يقول للمدام حته وتقطعها وتفضل منها في المصانع يعني. يقول لها ايه؟ انت تقول لها دي كده، انت قولي لها كويس وبتاع. بصيت له كده قالت له اقول لها كويس وانت اصلا خارب الدنيا عندي. انا مش فاهمه الناس اللي راحت اصلا بتسلم بناء عن ايه؟ يعني ولا في امن؟ يبقى قدام مهندس بيسلمك يا استاذ. يبقى انا بقول لك كده اهو، في حصل تدليس النهارده عليكم من الشركه النهارده وبين الجهه المنفذه عن طريق القرارات الوزاريه بتاعتها. لا الناس دي ادوها ورق ان هم استلموا زي الفل. هتشوف بنفسك. واللي استلموا منسجمين. طب انت مش منسجم. انا ماليش دعوه. انا كجهه اصدرت التراخيص. انا بقولها لك اهو، الناس دي ظبطت الاداء وادوها محضر استلام الاعمال بتاعهم. انا شايفه اصلا الوقفه اللي انتوا عاملينها كانوا ناس كتير جدا. ولا حاجه اقول لك اللي حصل. الناس دي كتير. ولا حاجه كتير. كنا هنا كنت انا وانت هقول لك اللي حصل. طبعا عمل نفسه هو ان هو البريزيدنت يعني. استنى بقى، قعدنا احنا بقى مسرحيه وانا عارفه من الاول. نفس الوقفه دي انا اسف في نفس الوقفه دي اتعملت للناس اللي في الساحل الشمالي. نفس الوقفه والفيديوهات معايا وانا ما اعرفش ينفع يعني اعرضها ولا لا قانونا مش عارف، بس الفيديوهات معايا نفس لا احنا نفس الشكوى احنا عايزين اللي هو المكان ده احنا يعني اصل حضراتكم المسؤولين انكم ملاك هناك في القريه بتاعته. المهم نزل لنا نزل لنا. تمام يا جماعه انا تعبان ومريض. ربنا يشفيك. وماله ربنا يشفيك. طب يا جماعه في ايه وبتاع مش عارف ايه. طلبنا طلبات. كنت انت معايا يا استاذ انا الكلام ده ايه من 6 اشهر. تمام. لحد النهارده الطلب بلاش هما طلبوا الطلب انا طلبته ما اتعملش. اللي انت استلمته ما اتعملش. استلم خلاص. ما طلبش. قلنا له اعمل صرف في الفرندات. ابتدى يعملها اليومين دول. ابتدى يعملهم
صرف الفرن ده صعب، دي ماسوره، دي ماسوره بتتضرب ميه. طب صرف التكييفات هيبقى فين؟ طب انا بس بستغل فرصه ان حضرتك معانا، هل ينفع في العقد وهي رسمه اللي واخد عليها رخصه مكتوب ابعاد الغرف اللي لو ضربت طول في عرض توصلك للمساحه الحقيقيه اللي هي الصف بتاع 54 متر يبقى عليك 83، ومن حقه يقول لك ان المساحه دي قابله للزياده او النقصان، يعني تزيد 40-50% او تنقص 40-50%؟ الزياده كلها معروفه استقطاع 10-12%، ده تخصصي ودي شغلتي اللي انا بشتغلها 33 سنه. المنافع هي من 10-12% وهي تعادل السلالم، ده نص المساحه السلالم والمناور والحاجات دهيت. ما تبقاش 46 الاجزاء المشتركه اللي بتبقى موجوده معاك بياخد من حضرتك يدي لغيرك يدي لغيرك. لا لا هو كمساحات هي اصلا هو الاصيل يا استاذ حنان، المساحات اللي بيتكلم فيها يا استاذ ايمن هي مساحات بتقلل من التكلفه بتاعت البناء، مش ان انا باخد من، انا مش عاوز اديكي اصلا، انا باخد تكلفه بناء اقل. انا ابقى في يعني معايا خريطه او اطار مرسوم فيه كذا وكذا و83 راحوا فين ال 10؟ انت لو ما عندكيش علم بالمقاسات بتخشي الاوضه جميله الصاله جميله طبعا لو انا مجهز حاجه كويسه، لكن القصه كلها الفوارق الصغيره دي بتقلل حجم على فكره الحوائط كل الاماكن والاسماء المحترمه في مصر اللي شغاله في الاستثمار العقاري زي العاصمه الاداريه الجديده زي اسماء تانية مش مجال ما ينفعش نقول عشان ما تبقاش اعلان، هتلاقي حضرتك نسبه التحميل من 10-12%، مش هتلقي 45 والارقام الرهيبه دي والناس يعني بتضحك عليها. دي واحده تانية على فكره 45 يعني اوضه وصاله نص مساحه لا يعني واحده تانية نص مساحه دي في المباني دي واحده تانية 45 دي بتاخد لوكيشن صغير مثلا ولا استوديو صغير في مكان ده العاصمه الاداريه بتبيع دلوقتي ب 45 وناس كتير ما بتفهمش في موضوع المساحات وبتضحك يعني عليها واماكن 45 انت عارف النغمه دلوقتي اللي هي يعني ماشيه في القريه دلوقتي الناس اللي انا بقول عليهم دول انا مش قاصد اي واحد في واحد هناك قاعد مسؤول ده لا بيه ولا عليه تمام بيجيبوه يقعد معاهم ويجتمعوا ويهدد الدنيا ويتكلموا لا ويقعد يتكلم هعمل وهعمل 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 انا نفس الراجل ده هو هيعمل نفس الراجل الشخص ده وهو هو ما عندوش امكانيات يعملها اصلا بس حضرتك بس نفس الشخص ده كان قاعد معايا في رمضان وعملنا الفطار وبتاع وقال لك هنعمل قال وقال وحتى قالوا استنوا الحاج عين ما يجي عشان هو اللي بيتخانق هو اللي بيتشاكل وهو هو هو لما جيت سمعت نص الكلام مبسوط يا حاج حلمي قلت له انا فهمت حاجه انت قلت حاجه خدت بال حضرتك عملوا نفس القعده دي وقال نفس الكلام ده انا بقول لحضرتك مفيش حد يقدر يعمل ولا المهندس اللي ماسك المكان ولا المهندس نفسه يقدر يعمل حاجه غير ما صاحب الشركه هو مش عارف حضرتك انا عايز اقول هو ناخد الامر يعمل ايوه يعني ما نصدقش ده هعمله انا عندي شغل خاص وعندي عمال انت بتدي الامر من نفسك ما فيش بناء انا واخويا طب هو عمل حاجه من اللي انتوا قعدتوا ولا عمل حاجه يعني ولا حاجة هيعمل الا ما ياخد امر من اخويا مثلا او اخر كلمتين ولا يعني انا عندي شغل انا واخويا شغل سياحي ما فيش واحد يقدر يعمل حاجه الا ما احنا نقول له بس عندنا واحد واخد بال حضرتك يعني كاونر الاونر ده نقول له ايه يا كذا اعمل كذا بس ايه احنا فبيضطر يعني يا استاذ حنان هيمشي مع الناس لغايه شهر 10 الشتاء يجي ما حدش هيبقى موجود ايوه خلاص هو مش هينزلوا بقى حاجه ايوه فانا شغال وربنا سهل على الصيف هتلاقوا الدنيا زي الفل طب الشط بقى الشط في حد الشط بيقعد بقى الاستاذ ايمن ممكن يتكلم عايزين نعرف الشط بقى الشط برضه عشان عايز اروح طبعا اصيف هناك مفيش حاجه هناك مفيش شط على الوضع ده صيف فين طبيعي صيف فين الشواطئ الشواطئ معروف في شرم وفي كل الدنيا بيبقى رمل معين هو اللي بيتحط في الهواء ما يطيرهوش واحنا قاعدين ما تحسش في رمل دخل في عينك هو جاي برمل بتاع مباني حاططه لنا رمل ايه؟ مباني رمل مباني من الجبل الهواء الهواء يجي عليه يخش في حمامات السباحه كلامه صح يخش في عينينا فده رمل طب يا سيدي مش مكلف يعني رمل لا لا انا رحت رمل قاعد على الله على البحر ناتج حفر يعني وكل الرمل عليا والرمل بينزل كمان مع الميه باسرع كله. كمان في غطس. في كائن بحري كده بيبقى عامل زي الانفط كده فندم الكائن ده لو في رمل ما بيعيش فيه بيخش جوه علشان هو حاطط مش حاطط رمل جوه البحر فطول الوقت الانفط ده موجود طول الوقت الناس اللي بتنزل عين بره الاطفال احنا معانا الصور هنا لاطفال نازله تلمه
وسيدات نازله تلمه علشان تعرف تنزل البحر. طب ما تحط شويه رمل، انت القريه دي قيمتها التسويقيه بحوالي مليار جنيه. طبعا انت مش عايز تحط شويه رمل للناس، مش عايز يعني اللي عندكم اعملوه. هو بيحتمل هو الناس اللي قاعده هناك دي قاعده بناء، ما انا مش عارف قاعدين بيعملوا انت ايه. انت عارف حضرتك واحد منهم يعني اول قال لي والله يا استاذ حلمي انا عاجبني الشاليه بتاعي وانا قاعد ومنسجم والشاليه بتاعي قدامي 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 هو وصل ده طموحه هو في حياته هو وصل ليه. ايوه مثلا انت ما عندوش اكتر من كده. هو ده لا هو لما بنكلمه على الخاص بيقول لك يعني احنا كنا فين وبقينا فين. كنا فين دي مثلا القريه بقى لها 6-7 سنين. ده ما هو ده بيدي ما هو الكلمه دي وصلتنا ان احنا نتغاضى عن حاجات كتير وما ينفعش، وعشان كده احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها. بس مثلا بيقول دلوقتي انا راجل اقدر اعمل 1-2-3 يعني اغير من المكان ده واطلع في كذا مكان. دي امكانيات في سحلمي، انا امكانياتي ممكن ما تجيش 1% من عنده. فانا بالنسبه لي المكان ده احلى امكانيه عندي. دي نقطه ثانيه، في نقطه ثانيه بس انت بتتكلم عليها دي يعني نقطه ما ينفعش نتكلم فيها بس حضرتك اتكلمت فيها. هو ده بالنسبه له جنه يعني. انا جيت فرصه يعني هو راضي ان هو خلاص قاعد في البلكونه فشايف ميه مبسوط. مستشار في واحد لا كمل حضرتك معاك يا سياده المستشار. في واحد مش فاكره وانت عارف يا استاذ ايمن مش عارف قال ايه ان احنا ما معناه انا قاعد في كلاس بي ولا كلاس 1 ولا بتاع ايه ده. فاكر الكلام ده؟ طب انت نرجع خلينا نرجع لموضوعنا بقى. انا هتخمص دور المذيع مع الاستاذ حنان ان احنا خرجنا كده قعدنا بقى على دماغي احنا هنخرج كده من القعده كده نخرج من الكلمتين ونتكلم النهارده ان انتوا ليكم اجراء تتموه باذن الله تعالى لو انتوا عاوزين بقى فعلا. انتوا ناويين تكملوا بس الاول يعني انتوا ناويين تكملوا في الاعلام برضو وتوصلوا صوتكم؟ بص حضرتك احنا بدانا بالاعلام وهنمشي في التقاضي. تمام ما هو بص حضرتك احنا مش محدش فاضي. بس كنا نضيع عفو يعني ناخد من وقتنا ومجهودنا ونلجا للتقاضي ونلجا للاعلام احنا حاله ياس يعني لان محدش يعني السكك دي هي مش شايف فيها ياس. انت كده خلاص لا ما احنا مسدوده اجراءك مسدودة. مين قال لك انها مسدوده؟ لا احنا بالنسبه لنا مسدوده لان في ناس انا على فكره انا يمكن العقد او الصوره يمكن الاعداد جابها لي امبارح انا مش شايف اللي انت بتتكلم فيه خالص. بص حضرتك في ناس بتهبط يعني انت مع احترامي ليك لو من بدايه شغل قول 2017 2019 وكان عرض على اي احد من القانونيين كان يقول لك اعمل كذا كذا قبل ما تستلم. وقال لي هتستلم 2019 لا انت سعادتك بتكلم عليك انت كشخصك قبل ما تستلم مثلا كان المفروض لو عرضت العقد على اي حد من الزملاء القانونيين هيقول لك النهارده يا استاذ حلمي اعمل 1-2-3 نبه الشركه انت نزلت عرض الواقع شفت المكان النهارده مش مؤهل تقول والله يا شركه انا مش هستلم ولا بالشكل الواحد. ايوه بالظبط والله ما كنتش عايز حضرتك كده قلت بكره حضرتك استلمت بكره حضرتك بعده واستاذ ايمن يقول بكره بعده يبقى انتوا كده انتوا اللي اخرتوا نفسكم. هو ما رضاش يستلم ما رضاش يستلم ولا دافع استاذ ايمن دفعه السلام استلام الاستاذ ايمن دافع دفعه السلام وانا دافع دفعه السلام وما استلمش وانا ما استلمش. ده فندم وصل بيه بيقول لك ايه مش هشطب لك الشاليه من الداخل الا لما تدفع دفعه الاستلام ودات الصيانه. تمام انت بقى مش في الشاليه دلوقتي يا استاذ ايمن. انا ما اتكلمتش في الشاليه اصل الحيطان دلوقتي اتوجدت هو اتبنت الحيطان كلها اتبنت انا ما عنديش المرافق الخاصه النهارده بالمبنى. المبنى على فكره لا هو شكل ولا الوان ولا بتاع ممكن اغيرها لا عفوا ممكن اغيرها لكن بتكلم في مواصفاته زي ما بيقولها ان هي المساحه مش موجوده التصميمات الداخليه النهارده مش كلها المرافق النهارده الخاصه بالكهرباء او السباكه ممكن تكون حاجات ثانيه النهارده مش موجوده باصولها على حسب النماذج اللي هو بيقر بيها والله اعلم النماذج الشغلة ايه. فانت لما تروح الجهه وتقول لك المنفذه هتلاقيها موجوده هتلاقي موضوعك سهل مش صعب يعني انت لما تمسك ورقتين في ايدك غير لما تبقى انت سعادتك النهارده معكش ولا ورقه خالص انت معكش غير عقد يا استاذ. هو كلكم استلمتوا يا استاذ ايمن؟ مش كلنا يعني في جزء مجموعه بتاعتنا بنسبه 80% او 70% استلم ده واستلموا على يعني ازاي انا ادخل مكان زي ده واستلم على ده ازاي؟ ده استلم احنا استلمنا ورق ايوه لكن ما دخلناش لسه لان في الدفعات لا في هو العقد الاستلام ثلاث نسخ نسخه بتبقى عنده ونسختين معاكي بيجي المهندس انت بتخشي على الشري بتاعك كويس وبتاع مش طب يمضي لنا حضرتك بمضي له باخد النسخه بتاعته اللي هي بتاعت القريه اللي بيتكلم عليه اللي هو نموذج 2 بالنسبه للاستلام بياخدها هو اهم حاجه ورقه عنده انا كده هو عنده ورقه كده انت لما بتمضي عليها بتقر بالمساحه اللي موجوده في المكان. بص حضرتك انت هتلاقي هو ما اظهرهاش ليك في العقد كل هو كتب المساحه طبقا لايه العجز والزياده خلاص
بيكسبك بالورقه دي. لو عادي مكتوب حرفي هو قلت لك هو التزام بس يعني انا مش رجل قضاء بس انا اعتقد انه لما يكتب المساحات بتاعت الغرف وتوصلك لمساحه 54% فما يجبش انك تكتب لي 83% لان هذا التناقض انت على علم بيه. مين يقوله؟ القضاء. الخبير كمان ما هو القاضي الموجود على المنصه هو مش خبير النهارده في مساحات. فانت بتطلب احاله الدعوه النهارده للخبراء انت الوقت اتاخرت فيه. طيب انت ما كسبتوش. انا عايزه اقول لكم وقت البرنامج طبعا يعني خلص وانا اتمنى ان صوتي يوصل من برنامج حكاية وحنين وان بجد يعني انا في شكاوى كتير قوي وطبعا انا سعيده بالمستشار القانوني الاستاذ السيد المحرزي منورتني النهارده. شكرا استاذ حلمي ابو الليل نورتني استاذ ايمن نورتني النهارده. وانا كلمه اخيره احنا مش هنسكت الا لما ناخد قريه هتبقى سكند هوم نروح نرتاح فيها وناخد حقوقنا ان شاء الله ومش عايزين انا بتمنى بجد صوتنا يوصل من برنامج باذن الله ونحل مشكله الناس دي لان في معانا اطفال يعني ايه ما تدخل في بق يعني طفل من الصرف يعني اتمنى ان احنا صوتنا يوصل ان شاء الله باذن الله. وبجد انا سعيده بضيوف النهارده و الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله مع حكاوي حنين.